روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. حقيقة صفحة مشرقة وجميلة جدا جدا، كان لازم نتعرض لها من زمان عشان نعرف قصة هؤلاء التابعين ومواقفهم الجميلة الجليلة. ناس أفاضل، جيل جميل أوي تربوا على أيدين الصحابة، ودايما النور بيوصل للنور يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام جي رب هؤلاء الصحب الكرام، والصحابة دولت اتعلموا وتربوا على أيدين النبي عليه الصلاة والسلام، وراحوا نقلوا التربية الجميلة ديت وربوا التابعين، خرجوا أجيال جميلة أوي. علشان كده محتاجين احنا نشوف الأجيال ديت طلعت ازاي وتعلمت ازاي عشان نتأسى بيهم ونطلع زيهم ونكمل المسيرة الجميلة اللي هم مشيوها. تعالوا نكمل النهاردة مع ضيف جميل وضيف من بيت كريم، ضيف عظيم جدا جدا من روائع التابعين، وهو زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، في سنة من السنين الحروب والفتوحات اللي حصلت بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار من بلاد الروم وبلاد الفرس، ربنا قدر الحمد لله رب العالمين أن ينتصر المسلمون على الفرس ويقتل أو يموت يزدجرد اللي هو آخر ملوك الفرس. مات شريدا طريضا وسقط كل من حوله، سقطت القادة بتوعه والحرس بتوعه وأهل بيته نفسهم سقطوا جميعا أسرى في أيدي المسلمين، وسيقت الغنائم إلى المدينة المنورة، وكانت السبايا عدد كبير جدا جدا لا يخطر على قلب بشر، وكان أكبر قدر من الغنائم ومن السبي كانوا موجودين في هذه الموقعة. وسيق هؤلاء السبايا إلى المدينة المنورة وتعرضوا في السوق للبيع، ويعني أقبل الناس على السبي فشروه في ساعات معدودات، ولكن فضل ثلاثة فقط من السبي ده، فضل ثلاثة من السبي اللي هم البنات، بنات يزدجرد، بنات آخر ملوك الفرس. البنات الثلاثة دولت كانوا في غاية الحسن والجمال، فلما تعرضوا للبيع الكل تعرض للبيع والكل اتباع خلاص، ولكن الثلاثة دول لما جم يتعرضوا للبيع حسوا بشيء من الذل والمهانة. طبعا شيء طبيعي انه يحسوا بالذل والمهانة ده، لانه يا جماعة دول كانوا بنات ملوك، كانوا بنات ملك من الملوك، فما ينفعش مرة واحدة كده يتعرضوا للبيع زيهم زي العبيد والإماء والأرقاء، فما ينفعش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا عزيز قوم ذل، فما ينفعش انهم يتباعوا بالشكل ده. مين اللي التفت نظره للموضوع دوت وكان في غاية الرقة وحاسس بالموضوع ده؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فرفض الموضوع ده تماما، قال مش ممكن دول يتباعوا زيهم زي اي بنات. فراح لعمر بن الخطاب امير المؤمنين وكلمه، قال له يا امير المؤمنين ما ينفعش البنات دول يتباعوا بالمنظر دوت. قال له امال يتعمل فيهم ايه يا علي؟ قال له يقومن، يعني يتحط لهم سعر معين ونغالب في السعر بتاعهم علشان مش اي حد يشتريهم، وفوق ده كله كمان كل اللي هيجي يعرض ويقول انا مستعد اشتري بالسعر دوت مش هنقبل ان هو ياخدها، لا لازم هي بنفسها اللي تنقي مين اللي هي عايزه تكون معاه. فقال له لقد انصفت، انا الراي ده عجبني جدا. وراح في ساعتها على طول مباشرة راح مقومنهم بتمن غالي جدا جدا وراحوا عارضينهم للبيع هم الثلاثة. فطبعا لم يتقدم إلا أشراف القوم، الناس اللي معاها فلوس، وراحوا هم الثلاثة البنات دولت بدأوا ينقوا. فواحدة منهم اختارت عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، والتانية اختارت محمد ابن أبي بكر الصديق، والتالتة اختارت الحسين ابن علي. اللي اختارت الحسين ابن علي كان واحدة اسمها شاه زينان، شاه زينان، وعلى طول ربنا أكرمها وأصبحت زوجة للحسين ابن علي رضي الله عنهما. طبعا يا لها من زيجة ويا لها من شرف، يعني هي كانت بنت رجل كافر، رجل كافر وإن كان ملك أي نعم لكنه كان كافر، وسبحان الله وربنا يكرمها مش بأي واحد، ده واحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها الحسين، وعلى طول بمجرد ما جلست معاه وابتدت تتكلم معاه ويتكلم معاها وبدأ يعرض عليها الإسلام، انشرح قلبها وصدرها للإسلام وأسلمت شاه زينان، وقالت خلاص أقطع بقى كل الحبال اللي بيني وبين الجاهلية اللي أنا كنت عايش عليها قبل ذلك. وعلى طول راحت حتى اسمها راحت مغيراه من شاه زينان، شاه زينان دي معناها باللغة بتاعتهم يعني ملكة النساء،
فراحت مغيراها ومسميه نفسها غزاله. غزاله لما يعني اصبحت زوجه للحسين ابن علي رضي الله عنهما عاشت طبعا اجمل ايام عمرها، لكن كان ناقصها حاجه واحده بس اللي كانت بتتمناها زي ما اي واحده في الدنيا بتتمناها، كانت بتتمنى ان ربنا يرزقها بالذريه الصالحه. وبالفعل حملت غزالة من الحسين بن علي رضي الله عنهما وأنجبت له ولدا، فتيمنا بالموقف الجميل اللي عمله معاها علي بن أبي طالب، لأنه كان ممكن يسيبها تتباع زيها زي أي واحدة من العبيد والأرقاء ومن السبي وتكون أما بعد ذلك في بيت أي واحد حتى ولو من فقراء الصحابة أو التابعين، ولكن هو وقف معهم موقف عظيم جدا وكان سبب في تشريفها بأن هي تكون زوجة للحسين ابن علي رضي الله عنهما، فراحت مسمية ابنها علي ابن الحسين ابن علي، اتسمى ابنها علي وفرحت بيه فرح شديد جدا وكانت في غاية السعادة اللي في الدنيا، سعادة لا تكاد توصف. يا جماعة دي واحدة كانت بنت رجل كافر ولو ظلت مع أبيها لماتت على الكفر، لكنها الآن أصبحت مسلمة، ومش أي مسلمة، متجوزة رجل فاضل من خيرة الناس، متجوزة سيد شباب أهل الجنة. ما هو الحسين بن علي والحسن بن علي سيدة شباب أهل الجنة، فتجوزت سيد شباب أهل الجنة وأنجبت له علي ابن الحسين ابن علي. لكن ما تهنتش بقى بالموضوع ده، كانت سعيده جدا بالمولود ده وكانت تتمنى انها تعيش عشان تربيه، لكن يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان بعد ما ولدته مباشره تصاب بحمى النفاس وتموت غزاله، ويولد علي ابن الحسين ابن علي، وبعد ايام قليله يحرم من امه ويتربى على يد مولاه له، مولاه للحسين، وهي اللي ربته ورعته لحد ما كبر ولم يعرف له أما سوى هذه المولاة. علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه أول ما كبر حس أنه عنده شغف وحب شديد جدا لطلب العلم، وإزاي ما يكونش عنده الشغف ده إذا كان هو ابن الحسين ابن سيد شباب أهل الجنة، إذا كان جده علي بن أبي طالب وكان من أعلم الصحابة ومن أفقه الصحابة رضي الله عنه ورضاه، لدرجة أن عمر بن الخطاب كان يأتي في الملمات وفي الأمور الصعبة جدا وكان يريد أبا الحسن ويسأل عن علي بن أبي طالب عشان يسأله عن رأيه وياخد برأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكانت مدرسة علي بن الحسين المدرسة الأولى بيته وأنعم به من بيت، فكان أستاذه الأول هو الحسين بن علي، وكان المدرسة الثانية هي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان فيها جيل عظيم جدا من الصحابة ومن الطبقة الأولى من كبار التابعين، قعد معاهم وتعلم على أيديهم لحد ما أصبح فقيه كبير جدا وتعلم كل اللي هو عايز يتعلمه على يد هؤلاء الصحابة الكرام وعلى يد مجموعة كبيرة من التابعين. لكن كان عنده شغف كبير جدا جدا بالقرآن، لدرجة كل لما كان يسمع آية فيها ذكر الجنة كان نفسه تشتاق وكأنه عايش في الجنة، وكان لما يسمع آية فيها ذكر النار كان جسمه ده يرتعد لدرجة أنه حاسس كأنه في النار، كان بيتعايش مع القرآن بشكل عجيب جدا، وكان يعني سبحان الله كان في قمة التقوى والخشية والورع، لدرجة أن هم فعلا سموه زين العابدين من كتر عبادته ومن إقباله على عبادة الله سبحانه وتعالى. لدرجة يا جماعة أنه كان مش هقول في الصلاة ومش قادر أوصف لك خشوعه في الصلاة، في الوضوء كان لما يخش عشان يتوضى كان وشه يصفر وجسمه يرتعد، فقالوا له لماذا هذا يا علي؟ فيقول أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ أتدرون من سأناجي الآن؟ إني سأقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى. ولا عجب في ذلك إذا كان الحسن لما بيسألوه كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط، وكأن الجنة عن اليمين والنار عن الشمال، والكعبة من خلفنا والكعبة أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، فإذا ما انتهينا من تلك الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. سبحان الله، علي بن الحسين كان في قمة العبادة يا جماعة، كان لدرجة أن زي ما قلت لكم سموه زين العابدين وسموه السجاد،
السجاد من كتر ما كان بيطيل في السجود، كان لما يصلي ويسجد كان بيطول جدا في السجود، لدرجة ان بعض الناس كان يظنون انه قد قبض، كان بيظن ان هو مات من كتر ما بيطول في السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا كده: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثروا من الدعاء. وربنا سبحانه وتعالى قال: واسجد واقترب، اسجد وقرب، قرب قرب من حبيبك سبحانه وتعالى. وكان سيدنا علي بن الحسين كان يحب الدعاء قوي، كان يكثر من الدعاء. وزي ما انتم عارفين يا جماعه ان الدعاء هو العباده، وقال ربكم: ادعوني استجب لكم، الا الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكان يحب العباده، الدعاء قوي، وخصوصا لو كان ممسك باستار الكعبه، وهو متعلق باستار الكعبه كان يكثر من الدعاء والبكاء والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام شافوا طاووس بن كيسان، وهيجي طبعا ذكر طاووس بن كيسان في ذكر قصص التابعين ورائع التابعين اللي جاي إن شاء الله. في يوم من الأيام شاف علي بن الحسين بن علي، فشاف واقف وعمال بيبكي ويتضرع ويدعو، وبيدعو دعاء إيه؟ دعاء المضطر. فراح سابه لحد ما خلص بكاء ودعاء وخشوع، وراح مقرب منه وسلم عليه، وراح قال له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو طبعا يعني ايه، يعني يعتبر من الاحفاد. فقال له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رايتك على حالتك هذه ولك فضائل ثلاث ارجو ان تؤمنك من الخوف. انا شايفك عندك كميه خوف عجيبه جدا، وانت ربنا اداك ثلاث حاجات انا اظن وارجو ان هي تؤمنك من الخوف، انت خايف ليه؟ قال له: ايه هم الثلاث حاجات؟ قال له: أنك ابن رسول الله، ما انت عارفين الحفيد يقال له ابن، أنك ابن رسول الله. الحسين هو حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، وابنه برضه يعتبر حفيد للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: والثانية؟ قال له: شفاعة جدك الرسول صلى الله عليه وسلم، هيشفع لك إن شاء الله يوم القيامة. قال له: والثالثة؟ قال له: رحمة الله، إن ربنا هيرحمك. فقال له: يا طاووس، إن انتسابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمنني بعد أن سمعت قول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأما عن شفاعة جدي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلو ربنا مرضيش ان هو يشفع لي يبقى مش هيشفع لي. واما رحمة الله فقد قال جل وعلا: ان رحمة الله قريب من المحسنين واخشى الا اكون محسنا. قد ايه كان عنده خوف وخشية لله سبحانه وتعالى، قد ايه كان عنده مراقبة لله عجيبة الشكل، قد ايه كان قلبه بينبض بحب ربنا سبحانه وتعالى، وكان خايف من ربنا جدا. الملائكة في السماء مطهرين، روائع التابعين، ملائكة في السماء مطهرين. زي ما قلت لك يعني لدرجة ان كان خوفه ده تحول الى انه لما بيتعامل حتى مع الناس كان بيتعامل مع الناس بمنتهى الرقة والادب الذي لا يخطر على قلب بشر. واديك مثال على كده عجيب جدا، لا مش مثال واحد، مثالين بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المثال الاولاني اللي بيحكيه الحسن ابن الحسن ابن علي، اللي هو يعتبر ابن عمه الحسن، ما هو الحسن اخو الحسين، فالحسن ابن الحسن يعتبر ابن عم علي ابن الحسين. فبيقول ايه؟ بيقول: حصل بيني وبين ابن عمي اللي هو علي ابن الحسين، حصل جفوه كده وزعل بيني وبينه. قال: فرحت له فلقيته قاعد ما بين بعض اصحابه، فاخذت اتكلم يعني بالبلدي كده، قعد يعني يسب في علي بن الحسين ويتكلم معه كلام شديد جدا جدا. بيقول: وهو ساكت لا يتكلم لحد ما خلصت كل الكلام اللي انا عايز اقوله وانصرفت ومشيت. بيقول: فلما جن الليل، اول ما دخل الليل كده لقيت حد بيخبط على الباب، ففتحت فإذا بعلي بن الحسين. قلت بس خلاص تلقى وعدك يا جميل، بقى هيجي بقى ايه، خلص القديم والجديد، زي ما انت قعدت تتكلم بقى والدب في بقى وهم قاعدين، هيجي بقى ايه، خلص كل الكلام. وإذا بعلي بن الحسين يقول له: يا أخي، إن كنت صادقا فيما قلت، في اللي انت قلته لي، انت قلت لي يا كذا ويا كذا ويا كذا ويا كذا، قلت لي كلام كبير قوي، فلو كنت صادق فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كنت غير ذلك، لو كنت بتقول الكلام ده كذب
وشوف بقالها بأدب ازاي، وإن كنت غير ذلك فأسأل الله أن يغفر لك. فطبعا الحسن ابن الحسن يعني حس بخجل شديد جدا جدا ومش عارف يقول له ايه، يعني بدل ما جاي يرد الكلام ده لا، كل ما في الامر قال له لو كنت صادق يبقى ربنا يغفر لي، ولو كنت غير كده يبقى ربنا يغفر لك. فقال له والله لا اعود الى شيء تكرهه ابدا يا علي. فقال له علي وانا والله قد جعلتك في حل مما قلت، انا كمان مسامحك في اي كلمه قلتها لي يا اخي انا مسامحك. سبحان الله، شفت الاخلاق. لا تعالى بقى الموقف اللي جاي ده موقف اعجب واعجب، بس والله لا تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام واحد من اهل المدينه وبيقول في يوم من الايام ماشي فقابلت علي بن الحسين، بيقول ما اعرفش ايه اللي حصل لي وبلا سبب وبلا اي مقدمات لقيت نفسي عمال بسب فيه وعمال اسب فيه واشتم فيه وهو قاعد ساكت، والناس اتلموا عليا فمنعهم. بيقول والله لو ما منعهمش لو سابني سابهم عليا كانوا قطعوني اربا، ما كانوش سابوني كانوا قطعوني حته حته. ورغم ذلك قال لهم لا 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 عليكم دعوه قولي اللي انت عايزه. سابوا لحد ما خلص شتيمه وقال كل اللي هو عايزه، ثم قال له يا أخي لقد سببتنا بما علمت وما ستر عنك من أمرنا أكبر. بيقول له أنت سبتني بالشيء اللي أنت تعلمه عني، واللي ربنا ستره عنك يعني أنا في حاجات أكثر من اللي أنت قلتها. طبعا هو مفيش حاجة أصلا، بس هو يعني إيه يعني عايز يعني يقول له من شدة التواضع بتاعه عايز يقول له إذا كنت أنت قلت عني حاجة وحشة فأنا فعلا وحش، لا ده انا اوحش كمان مما تتخيل. ده مين بيقول كده؟ ده علي ابن الحسين ابن علي. مش النهارده الواحد يكلمك كده تقول انت مش عارف انا مين؟ انت ابن مين في مصر يعني؟ مش عارف ايه والكلام اللي بيتقال ده. فسبحان الله، فقال له وما ستر عنك اكثر. ثم قال له الك حاجه نعينك عليها؟ يا سبحانك يا رب، والله العظيم الواحد يعني بيمسك دماغه كده ومش مصدق نفسه ان الكلام ده حصل. واحد جاي بيشتم واحد من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش هو مثلا داعيه مشهور ولا شيخ معروف ولا لا، ده واحد من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتاني عمال بيشتمه وبلا سبب. حتى الشاب نفسه يقول والله ما اعرف ايه السبب، انا فجاه كده لقيت الشيطان كبره في دماغي رحت شتمه، وهو عمال يسمع والناس هتحوش وهتضربه. قال لهم لا 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 دعوه سيبوه يشتم. وبعد ما خلص بيقول له لقد سببتنا بما علمت وما ستر عنك أكبر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فالشاب ده بيقول فاستحييت وما نطقتش ولا كلمة، بيقول ولم أقل شيء، مش قادر أتكلم خلاص يعني الكلام إيه سكت. فلما رأى حيائي ولقاني كسفت وحسيت بخجل شديد راح قالع الثوب اللي هو لابسه، كان لابس حلة جديدة، وراح رميها عليا وراح مكلم غلام من غلمانه وقال أعطيه 1000 درهم، ثم سلم عليه ومشى. خد بالك ده شتمه وسبه من غير ذنب ومن غير سبب ومن غير أي حاجة خالص، وراح مسلم عليه ومتكلم معاه وراح مديله الطب بتاعه وراح صرف له 1000 درهم. فكان هذا الشاب إذا لقي علي بن الحسين يقول أشهد أنك من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة ادفع بالتي هي أحسن السيئة. سبحان الله، شوف يقول لك بعد إيه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أقول لك على موقف ثالث، والله تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، والله موقف في غاية الجمال اللي في الدنيا دي كلها. كان ليه غلام من غلمانه كان بعته يشتري له حاجة، فالغلام اتأخر، هو اشترى الحاجة بس اتأخر، فلما اتأخر ورجع وراح ايه خفقه بالصوت، يعني ضربه ضربة كده بالكرباج ضربة واحدة. فالغلام قال له الله الله يا علي، يعني أذكرك بالله أنت بتفتر علي يعني تضربني بالكرباك وأنا لسه؟ فقال له يعني أمرتني أن آتي لك بشيء ولما جئتك به تضربني؟ والله لا سامحتك. ده مين؟ ده عبد عنده، واحد من عبيده. فهو علي بن الحسين زعل قوي من كلمة أنا مش هسامحك، فقال له سألتك بالله أن تذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم
تصلي ركعتين وتقول اللهم اغفر لعلي بن الحسين، فإن فعلت هذا فأنت حر لوجه الله. تخيل الموقف العجيب، هو ما غلطش في حاجة، الغلام راح يشتري حاجة اتأخر عليه، هو ممكن يكون محتاج الحاجة دي في ساعتها. يعني افترض مثلا، مثلا في زماننا ده انا بعت حضرتك، يعني مثلا تخيل لو في عبيد ورقاء في الزمن ده، وانا بعت العبد اللي عندي ده قلت له روح اشتري لي الدواء ده من الصيدلية، اتأخر علي وانا تعبان مثلا، فلما اتأخر وجي قمت انا ضربه ضربة كده يعني عايز اعاقبه انه ما يتأخرش تاني، ابقى انا غلطان؟ انا مش غلطان. ورغم ذلك علي بن الحسين لما الغلام ده تأخر وضربه الضربة، فالغلام قال له الله الله يا علي، يعني ترسلني آتيك بالشيء فأتيتك به فتضربني، والله لا سامحتك. فقال له اذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصل ركعتين، ثم توجه إلى القبلة وارفع يديك وقول اللهم اغفر لعلي بن الحسين، فإن فعلت هذا فأنت حر لوجه الله. فذهب الغلام إلى مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعلي بن الحسين. قال فلما خرجت اعتقت بفضل الله وأصبحت حرا بعد أن كنت عبدا. سبحانك يا ربي. لحد لما بيقعد يتخيل موقف زي كده حاجة في قمة العجب، لدرجة أن علي بن الحسين يا جماعة كان أكتر من أكتر الناس اللي بيعتقوا العبيد والإرقاء، كان عنده كمية من العبيد بيعتقوا كل سنة لا تخطر على قلب بشر. تخيل أنه بيقول أنه أعتق 1000 عبد. كان إذا رأى عبدا قد أحسن في صلاته وعبادته كان يعتقه لوجه الله، وإذا أساء عبد ثم تاب إلى الله كان يعتقه. وكان يقطر موضوع العتق ده إمتى؟ في ليلة يوم الفطر، ليلة عيد الفطر. وأول ما تيجي ليلة عيد الفطر يعني خلاص خلص رمضان، وفي آخر ليلة يقوم مجمع العبيد اللي عنده ويقول لهم روحوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا ايديكم، صلوا ركعتين وارفعوا ايديكم وقولوا اللهم اغفر لعلي بن الحسين، فإن فعلتم هذا فقد أعتقت رقابكم ابتغاء مرضات الله. وفوق ده كله بعد ما يعتق رقابهم يقول لهم تعالوا لي تاني، فيروحوا المسجد يصلوا ركعتين في ليلة عيد الفطر ويروحوا له مرة تانية، ويروحوا يصلوا ركعتين ويدعوا له اللهم اغفر لعلي بن الحسين، ويرجعوا له البيت مرة تانية فيديهم هدايا وأموال. يقولوا له ليه؟ يقول لهم حتى أجعل العيد عيدين لهم، عشان يبقى العيد عيدين مش عيد واحد، يبقى هم اعتقت رقابهم وأصبحوا أحرارا، وفي نفس الوقت اديتهم فلوس ولبس وحاجات عشان يفرحوا ويحسوا بلذة العيد. سبحان الله، كان فعلا كان ليه مكانة كبيرة جدا علي بن الحسين، كان ليه مكانة كبيرة جدا ومحبة في قلوب الناس، كانوا يترقبوه وهو خارج من بيته ويترقبوه وهو داخل بيته، لدرجة كان موقف غريب جدا، ودول آخر موقفين في حياة علي بن الحسين. كان هشام بن عبد الملك، وكان ساعتها أمير المؤمنين، وفي يوم من الأيام حب أن هو يروح مكة ويطوف يعني بالبيت وكده ويؤدي عمره ويطوف بالبيت ويقبل الحجر. فكان الناس اللي معاه اللي هم اللي شغالين معاه الحاشية بتوعه حاول يوسعه، وسع الأمير وسع الأمير، من شدة الزحام محدش التفت ومحدش بصله فمعرفوش يوسعه له. وبعدين فجأة لقوا ناس داخلين كده، وعلى رأس هؤلاء واحد وسيم وجميل ووشه منور وأثر السجود والخشوع على وشه، والدنيا كلها بتوسع له لحد ما وصل الحجر الأسود وقبله وبدأ يطوف. فقال لهم مين ده؟ فقال لهم مش عارفين. فكان الفرزدق كان واقف في الموقف ده، قال ألا تعلم من هذا؟ قال لا. قال هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، هذا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف الجميل إن كان علي بن الحسين كان غني جدا، وكان عنده فلوس كتيرة جدا، وخد الفلوس دي مطية لآخرته، كان بينفق إنفاق لا يخطر على قلب بشر. بقول لك يا أخوي وحبيبي يعني إنه أعتق 1000 عبد لوجه الله سبحانه وتعالى. وزي ما شفت الراجل اللي كان بيشتمه راح اداله الحلة بتاعته وصرف له 1000 درهم في ساعتها، وكان بينفق انفاق لا يخطر على قلب بشر. كان في حاجة بيعملها غريبة قوي يا حبايبي، كان بيصرف على 100 بيت وما كانش بيعرفهم ان هو اللي بيصرف عليهم. كان بيعملها ازاي؟ كان يخرج في التلت الاخير من الليل
ويحمل على ظهره شويلة الدقيق والسكر والجراكم بتاعت الزيت ديت، وكان يشيلها ويحطها على أبواب البيوت ديت 100 بيت، ويشيلهم بنفسه من البيت بتاعه يوديهم كل ليلة ويوصلها ويمشي من غير ما حد يعرف. فيصبح الناس رايحين يصلوا الفجر يلاقوا الحاجات دي محطوطه قدامهم، فياخدوها وياكلوا ويشربوا ومش عارف ايه ويتمتعوا بحياتهم، وهم ما يعرفوش مين اللي ساب دوت. وكانوا بيتهم، كان الناس بتتهم علي بن الحسين بالبخل لانه ما كانش بيشوفوه وهو بينفق قدامهم كتير، لكن هو كان بيحب صدقه السر، وكان يقول دائما صدقه السر تطفئ غضب الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لحد ما جه مات علي بن الحسين، وهم بيغسلوه لقوا آثار حمل الشويلة بتاعت الدقيق والسكر والسمنة والحاجات دي كلها معلمة خطوط في ظهره. وفي نفس اليوم اللي مات فيه أهل البيوت المية دولت لقوا ما فيش أكل جه ولا شرب ولا أي حاجة، فعرفوا إن هو اللي كان بيبعت الأكل ده كله، كان بيتعهد 100 أسرة في السر عشان يأكلهم ويشبعهم وعشان يستعينوا بالأكل دوت والطعام دوت على طاعة ربنا وعلى الصلاة وعلى العبادة. رحم الله علي بن الحسين. هم دول أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد إيه تحس بالعظمة وانت بتسمع السيرة الجميلة ديت، والإنفاق والعبادة والزهد والورع والحب والخوف والخشية والرجاء، ومجموعة الفضائل الجميلة اللي اتجمعت في علي بن الحسين. ولا عجب في ذلك، اتربى بين يدي الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة كما وصفه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبي في الله وأختي في الله، بالله عليكم حدش فيكم فكر مرة أنه يدور ولو على بيت واحد من بيوت اليتامى أو الأرامل أو المساكين أو الفقراء، ويروح كده ويعلم أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وتروح في يوم وتطلع صدقة كده في السر من غير ما تتباهى ومن غير ما تظهر للناس، وتعملها ابتغاء مرضات الله، وتخلي الفقير بدل ما يسألك ويزل نفسه، وتخلي اليتيم بدل ما يسألك ويزل نفسه يلاقي الأكل والخير قدام بيته كل يوم، ويكون ده في ميزان حسناتك. والله لو كل واحد غني فينا يا جماعة يكفوا الأسرة، والله الدنيا كلها تعيش في خير. ربنا يحفظنا ويحفظكم، وياريت يكون ده هو الواجب بتاعنا، إن كل واحد فينا يفكر في أسرة واحدة فقيرة يكفلها ابتغاء مرضات الله. ما زالت الصفحة مفتوحة عشان نلتقي بكرة إن شاء الله مع تابعين آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.